السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. سالم فتحي، فتحي بالكعب يلعبها خطيرة، سيد يلعب العرضية، المحاولة للهدف الثاني، جول جول. أحمد الرياحي يسجل الهدف الثاني لمصلحة النصر، صارت هدفين للنصر ولا شيء للعربي. بعد تبادل الكرة كان ممتاز ما بين لاعبي النصر، من اليمين للشمال وصلت، شوف لاحظ، إلى سالم فتحي، سالم بالكعب وصلت لي العرضية، والعرضية بعد ذلك والتكملة وصلت للرياحي، والرياحي يكملها في شباك العربي يسجل ثاني أهداف النصر في هذا اللقاء، هدفين للنصر ولا شيء للعربي، والرياحي يسجل الهدف الثاني كما سجل سالم فتحي الهدف. شمال وصلت على الشمال للرياحي، الرياحي والفاول احتسب لمصلحة أحمد الرياحي. صحي رياحي يلعب تمريرة إلى سالم فتحي، جول ثالث، ممتاز ممتاز ممتاز، الهدف الثالث لمصلحة النصر عن طريق سالم فتحي وثنائيته فيها ممتازة للأمانة. من شوف الرياحي، شوف الرياحي على طول لعبه سالم فتحي، استلام وبعد ذلك دوران وتسديدة ذكية قوية جدا ممتازة، العرضية لكن عن مناطق فريقها عادت لمصلحة الرياحي، الرياحي مع الكرة، الرياحي يلعبها على اليمين، خطيرة هذه لمصلحة النصر، العرضية والهدف الأول يا سالم بالجول، الأول لمصلحة النصر عن طريق سالم فتحي، تمريرة كانت ممتازة من الرياحي على اليمين، أتت العرضية وسالم فتحي كمهاد ذلك عادت للرياحي، شوف الرياحي، شوف الرياحي مراوغة أولى ممتازة، شوف الرياحي ونظرة الرياحي على اليمين، لعبها ممتازة والعرضية بعد ذلك أتت وسالم فتحي يتمركز في مكان ممتاز ويسجل.